مساء الخير عليكم متابعين قناة سامراء الفضائية. وياكم دكتورة فاطمة سالم نجم من عيادة فاطمة كلينيك، عيادة الدكتورة فاطمة سالم. اليوم راح نحكي على تبييض الأسنان بالليزر. تبييض الأسنان، السؤال اللي دائما يجي، أنا أريد أبيض أسناني مدى الحياة. للأسف ماكو تبييض أسنان مدى الحياة. المشكلة وين؟ أنه أنت من تبيض أسنانك هي تأخذ من 6 شهور إلى سنة، وراها طبيعي راح ترجع الأسنان طبيعية مثل ما كانت، لكن أكيد بمحافظتك خلال الفترة راح تكسب وقت أكثر، أسنان صحية وبيضة لمدة أطول. شلون أني أقدر أسوي تبييض الأسنان؟ كل الناس يقدرون يسوون، إلا الحالات اللي يعانون من تحسس أصلاً بدون ما مسوي نهائياً بليتشينج قبل أو شيء، ممكن إذا عنده تحسس دائم لأسنانه ما ننصحه. لكن الناس، أي شخص يحب يسوي تبييض، ما بي أي أضرار، ما بي أي مشاكل على الأسنان أو على طبقة المينا مثل ما تفكر الناس. إحنا نسوي تأخذ من الوقت بالعيادة من ربع إلى نصف ساعة، وبالأجهزة الحديثة وحالياً المتوفرة عندي بالعيادة تأخذ 3 إلى 5 دقائق. احنا هاي الفترة تخلص الجلسة، ما بعد الجلسة هي الأهم. ممكن أثناء الجلسة تحس، وبعد الجلسة تحس بتحسس لأسنانك نتيجة المواد اللي خليناها على الأسنان، ورا فترة 4 إلى 6 ساعات تختفي نهائياً. شلون أني ألتزم وشلون أطول من مدة التبييض لأسناني؟ أول 3 أيام ممنوع عليك تشرب أي شيء ملون، أي شيء ملون كسوائل أو أكل، ممنوع منعاً باتاً. ثانياً تقلل من التدخين، ممكن الناس اللي تدخن وما تقدر تتحمل نعطيها يومين فقط، 48 ساعة فقط. فالشغلة المهمة جداً، أنت ورا ما تمتنع عن أكل الشغلات اللي السوائل الملونة، راح تقول شلون أعوضها؟ راح تعوضها بهواية أمور خالية تماماً من كافيين، خالية تماماً من تصبغات. هاي لمدة فقط أول 4 أيام، بعدين أرجع أكل طبيعي، أشرب طبيعي، لكن استعمل وياها المعاجين اللي تحتوي على تبييض للأسنان بالمنزل. أنت ورا كل شربة قهوة أو شاي تقدر تفرج أسنانك بمعجون التبييض. أكو أيضاً ننطي كيت خاص للمريض، هذا تبييض منزلي، هذا راح يزيد لك من مدة تبييض الأسنان، وما بي أي تحسس، ما بي أي مشاكل للأسنان، وظل أسنانك صحية. إذا التزمت بهاي التعليمات، أنت راح تضمن ابتسامتك تطول وبيضة وحلوة وآمنة وصحية لمدة تزيد عن السنة أحياناً، وهيك أنت راح تحصل على ابتسامة جميلة. وأتمنى لكم دائماً دوام الصحة والعافية والابتسامة الجميلة.